خلال الساعات اللي فاتت برضو بعض الوسطاء اتكلموا مع مسؤولي النادي الاهلي بشان اليو ديانج بشان اليو ديانج قالوا قالوا للنادي الاهلي انه في عرض هيجي للنادي الاهلي من نادي قطر القطري بشان اليو ديانج العرض الرسمي هيكون موجود في النادي الاهلي خلال ايام من نادي قطر القطري لو العرض جيد بالنسبة للنادي الأهلي وبالتأكيد للاعب الأهلي هيوافق على بيع أليو ديانج وأنا كنت اتكلمت مع منذ فترة عن هذا الأمر الأهلي ما عندوش مانع يبيع أليو ديانج بس بعرض مادي كبير عرض مادي مرضي للنادي الأهلي